بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بجميل الأذكار، والصلاة والسلام على النبي المختار وصحبه وآل بيته الأطهار. يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية مجالسه الحديثية لقراءة كتب الحديث النبوي الشريف، ونحن الآن في قراءة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثامن من هذه المجالس الطيبة المباركة. نبدأ بأمر الله عز وجل بإسنادنا إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب ما ينفع الميت من قول غيره. أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه، واحتجوا بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها وبالأحاديث المشهورة، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وكقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وغير ذلك. واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان، والله أعلم. ويستحب الثناء على الميت وذكر محاسنه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وروينا في صحيح البخاري عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد، والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة، والله أعلم. باب النهي عن سب الأموات. روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. قلت: قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذي ليس معلنا بفسقه، وأما الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف، وجاءت فيه نصوص متقابلة، وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب.
وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله تعالى علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته، ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح كالحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، وقصة ابن جدعان وغيرهم، ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال وجبت. واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم، وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجز. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص، وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة والله أعلم. باب ما يقوله زائر القبور. روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله، تعني في زيارة القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. ورويناه في كتاب النسائي وابن ماجه هكذا، وزاد بعد قوله للاحقون: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل. باب نهي الزائر من يراه يبكي جزعا عند قبر، وأمره إياه بالصبر، ونهيه أيضا عن غير ذلك مما نهى الشرع عنه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن بشير بن معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم
نظر فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك، وذكر تمام الحديث. قلت: السبتية النعل التي لا شعر عليها، وهي بكسر السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودلائله في الكتاب والسنة مشهورة، والله أعلم. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. روينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. هذا ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد رزق، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد. فبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله قال: كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة، باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء. يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف في يومها. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وأستحب قراءتها أيضا في ليلة الجمعة. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قلت: اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار، وقد جمعت الأقوال المذكورة فيها كلها في شرح المهذب، وبينت قائليها، وأن كثيرا من الصحابة على أنها بعد العصر، والمراد بقائم يصلي من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة. وأصح ما جاء فيها ما رويناه في صحيح الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني يجلس على المنبر. وأما قراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فيهما أحاديث مشهورة، تركت نقلها لطول الكتاب ولكونها مشهورة، وقد سبق جملة منها في بابها. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال: ورأينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضاضتي الباب ثم قال: اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. قلت: يستحب لنا نحن أن نقول: اجعلني من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب ومن أفضل، فنزيد لفظة من.
وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة وفي صلاة الصبح يوم الجمعة فتقدم بيانها في باب أذكار الصلاة. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 7 مرات أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. فصل: يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. باب الأذكار المشروعة في العيدين. اعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات. للحديث الوارد في ذلك: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وروي: من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجة، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يسامح فيها كما قدمناه في أول الكتاب. واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإحياء، فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل، وقيل يحصل بساعة. فصل: ويستحب التكبير ليلتي العيدين، ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال، ويكثر منه عند ازدحام الناس، ويكبر ماشيا وجالسا ومضجعا وفي طريقه وفي المسجد وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر خلف هذه العصر، ثم يقطع هذا وهو الأصح الذي عليه العمل. وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الأصح الذي عليه العمل وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا ولكن الصحيح ما ذكرناه، وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي، وقد أوضحت ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب في شرح المهذب، وذكرت جميع الفروع المتعلقة به، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة. قال أصحابنا: لفظ التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا 3 متواليات، ويكرر هذا على حسب إرادته. قال الشافعي والأصحاب: فإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا. وقال جماعة من أصحابنا: لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فصل: اعلم أن التكبير مشروع بعد كل صلاة تصلى في أيام التكبير، سواء كانت فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة، وسواء كانت الفريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة، وفي بعض هذا خلاف ليس هذا موضع بسطه، ولكن الصحيح ما ذكرته عليه الفتوى وبه العمل. ولو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم بأن كان الإمام يرى التكبير يوم عرفة أو أيام التشريق والمأموم لا يراه أو عكسه، فهل يتابعه أم يعمل باعتقاد نفسه؟ فيه وجهان لأصحابنا: الأصح يعمل باعتقاد نفسه، لأن القدوة انقطعت بالسلام من الصلاة، بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم فإنه يتابعه من أجل القدوة. فصل:
والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود، ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، وفي الثانية قبل التعوذ، ويستحب أن يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا قاله جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال أبو نصر بن الصباغ وغيره من أصحابنا إن قال ما اعتاده الناس فحسن، وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكل هذا على التوسعة، ولا حجر في شيء منه، ولو ترك جميع هذا الذكر وترك التكبيرات 7 و5 صحت صلاته ولا يسجد للسهو، لكن فاتته الفضيلة. ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح، وللشافعي قول ضعيف إنه يرجع إليها. وأما الخطبتان في العيد فيستحب أن يكبر في افتتاح الأولى 9 وفي الثانية 7. وأما القراءة في صلاة العيد فقد تقدم بيان ما يستحب أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار الصلاة، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات الآية. قال ابن عباس والشافعي والجمهور هي أيام العشر، واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. قال رأينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا لفظ رواية البخاري وهو صحيح. وفي رواية الترمذي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وفي رواية أبي داود مثل هذه، إلا أنه قال من هذه الأيام يعني العشرة. ورأيناه في مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناد الصحيحين قال فيه ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد، وذكر تمامه. وفي رواية عشر الأضحى قال ورأينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ضعف الترمذي إسناده. ورأيناه في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل وبنقصان في لفظه، ولفظه أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة فقال يا عاجز في هذا اليوم يسأل غير الله عز وجل؟ قال وقال البخاري في صحيحه كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى بالتكبيرا. قال البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. باب الأذكار المشروعة في الكسوف. اعلم أنه يسن في كسوف الشمس والقمر
الإكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء وتسن الصلاة له بإجماع المسلمين. قال: رأينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا. وفي بعض الروايات في صحيحيهما: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. وكذلك رواياه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ورواياه في صحيحيهما من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ورواياه في صحيحيهما من رواية المغيرة بن شعبة: فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكرة أيضا والله أعلم. وفي صحيح مسلم في رواية عبد الرحمن بن سمرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسفت الشمس، وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. قلت: حسر بضم الحاء وكسر السين مهملتين، أي كشف ودلي. فصل: ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القومة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الثانية نحو 200 آية، وفي الثالثة نحو 150 آية، وفي الرابعة نحو 100، ويسبح في الركوع الأول بقدر 100 آية، وفي الثاني 70، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع 50، ويطول السجود كنحو الركوع، فالسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني. هذا هو الصحيح، وفيه خلاف معروف للعلماء. ولا تشكن فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود، لكون المشهور في كتب أكثر أصحابنا أنه لا يطول، فإن ذلك غلط أو ضعيف، بل الصواب تطويله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وقد أوضحته بدلائله وشواهده في شرح المهذب. وأشرت هنا إلى ما ذكرت لئلا يغتر بخلافه، وقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله والله أعلم. قال أصحابنا: ولا يطول الجلوس بين السجدتين، بل يأتي به على العادة في غيرها، وهذا الذي قالوه فيه نظر، فقد ثبت في حديث صحيح إطالته، وقد ذكرت ذلك واضحا في شرح المهذب. فالاختيار استحباب إطالته، ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني ولا التشهد وجلوسه والله أعلم. ولو ترك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتحة صحت صلاته، ويستحب أن يقول في كل رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فقد روينا ذلك في الصحيح. ويسن الجهر بالقراءة في كسوف القمر، ويستحب الإصرار في كسوف الشمس، ثم بعد الصلاة يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله تعالى، ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى الصدقة والإعتاق، فقد صح ذلك في الأحاديث المشهورة. ويحثهم أيضا على شكر نعم الله تعالى، ويحذرهم الغفلة والاغترار والله أعلم. ورأينا في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس والله أعلم. هذا ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه الأذكار قال: باب الأذكار في الاستسقاء. يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع وتذلل، والدعوات المذكورة فيه مشهورة، منها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، غدقا مجللا، سحا عاما، طبقا دائما. اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعر، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا: اللهم إنا نستسقي ونتشفع إليك بعبدك فلان. قال: روينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون. وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره. والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد، وقد بيناه. ويكبر في افتتاح الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات كصلاة العيد. وكل الفروع والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات العيد 7 و5 يجيء مثلها هنا، ثم يخطب 2 خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار والدعاء. قال: روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. قال: وروينا فيه بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. قال: وروينا فيه بإسناد صحيح، قال أبو داود في آخره: هذا إسناد جيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر صلى الله عليه وسلم، فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه،
ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. قلت: إبان الشيء وقته، وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة، وقحوط المطر بضم القاف والحاء انحباسه، والجدب بإسكان الدال المهملة ضد الخصب، وقوله ثم أمطرت هكذا هو بالألف، وهما لغتان مطرت وأمطرت، ولا التفات إلى من قال لا يقال أمطر بالألف إلا في العذاب. وقوله بدت نواجذه أي ظهرت أنيابه، وهي بالذال المعجمة. واعلم أن في هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة، وكذلك هو مصرح به في صحيحي البخاري ومسلم، وهذا محمول على الجواز، والمشهور في كتب الفقه لأصحابنا وغيرهم أنه يستحب تقديم الصلاة على الخطبة، لأحاديث أخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة، والله أعلم. ويستحب الجمع في الدعاء بين الجهل والإسرار، ورفع الأيدي فيه رفعا بليغا. قال الشافعي رحمه الله: وليكن من دعائهم: اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية أو آيتين، ويقول الإمام: أستغفر الله لي ولكم. وينبغي أن يدعو بدعاء الكر وبالدعاء الآخر: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وغير ذلك من الدعوات التي ذكرناها في الأحاديث الصحيحة. قال الشافعي رحمه الله في الأم: يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيد، يكبر الله تعالى فيهما ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيهما الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه، ويقول كثيرا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى، فكان أكثر دعائه الاستغفار. قال الشافعي رحمه الله: ويكون أكثر دعائه الاستغفار، يبدأ به دعاءه ويفصل به بين كلامه ويختم به، ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام، ويحث الناس على التوبة والطاعة
والتقرب إلى الله تعالى. باب ما يقوله إذا هاجت الريح. قال: روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال: وروينا في سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. قلت: قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء. قال العلماء: أي من رحمة الله تعالى بعباده. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى مجلس آخر من هذه المجالس التي يقيمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.